تحضير لامتحان الريفت ستراكشر. ممكن يسألني سؤال insert link ريفت وبيديني خطوات لما نمشي عليها بيطلع لي حاجة معينة هي دي الرقم اللي هو عايزه. تمام، اقول له مثلا، يقول لي مثلا افتح الملف دوت، فهروح للملف بروجرام فايل اوتوديسك ريفت دي اماكن الملفات اللي بتيجي مع ريفت لو حد بيدور عليه مشروع ممكن تتدرب بدول. تمام، دايما بختار اورجن تو اورجن، ما بختارش سنتر تو سنتر. تمام، وكل حاجة طبعا ليها الحاجة بتاعتها، بس هو الاغلب شغلنا اورجن تو اورجن، فاقول له اوبن. تمام، ممكن هو يقول لي ايه خد سيكشن في المكان الفلاني. تمام، وشوف لي الالفيشن فين، يعني مثلا يقول لي ايه خد سيكشن هنا عند الجريد دوت، ويقول لي اعلى الالفيشن ايه، او اعلى الالفيشن مرتبط بفيو. العلامه الزرقاء دي معناها ان هو مرتبط بفيو، دي يعني مش مرتبط بفيو، مفيش فيو معمول. فيقول لي ايه الحاجه المرتبطه بفيو، اعلى حاجه اوطى حاجه. طب الجريد اللي هو على ارتفاع 6 متر اسمه ايه. تمام، دي من ضمن الحاجات اللي ممكن يسال فيها. ممكن برضو يقول لي ايه انا عايزك ترسم لي فلور بطريقه معينه، يعني ممكن يقول لي مثلا ارسم لي فلور عن طريق البيك وول، يعني مثلا هقول له ارسم لي فلور عن طريق البيك وول، فاختار الوول اهوت. تمام اهو، تمام، ويقول لي طب هات لي بقى الاريا قد ايه، او يحدد لي بدل بيك وول يقول لي طب عن طريق المساحة قد ايه، او يقول لي مثلا عن طريق الجريد قد ايه. يعني يقول لي مثلا انا عايز من واحد لاتنين، ومن مثلا ايه لبي ترسم لي الفلور مثلا او الروف. وبعد كده يقول لي طب هات لي الفوليوم، فبعد ما برسمه ببدأ ابص كده الاقي الاريا والفوليوم همت. تمام، او ممكن يقول لي ارسم حائط وعدل فيه وهات لي الاريا بتاعته في الاخر. هي كلها عبارة عن خطوات، وتمشي عليها مظبوط تلاقي نفسك الفول مارك ان شاء الله.